السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبرنامج ده احنا واقفين في حتة الفلترة بتاعة الصلاحيات ما اتعملتش، هيعملها حالا دلوقتي. بالنسبة للصلاحيات، المشتريات والمالية والمخازن والتسويق، المفروض يبقى هنا الخاصة بالحاجات اللي هي الفرعية دي تبقى خاصة بالأدمن. يعني زي ما انتم شايفين، أنا لسه ما حددتش حاجة لقيتها متحددة، لا ده غلط طبعا. المفروض يجيب لي الخاص بالأدمن، ما يجيبليش أدمنات قبل كده. يبقى المطلوب رقم واحد معرفة الأدمن ده الرقم كام، أو التكست بتاعه بتساوي كام. أهو بتساوي تكست 25. وفورم 14. تمام كده. طيب أنا مش عارف أجيبها اللي هنا، انا ممكن اجيب اخر واحده بس، لكن سهله جدا نعرف نجيبها عن طريق الكود اللي احنا كتبناه هنا اهو، عن طريق الترو والفولس. يبقى عندي ضمن اتنين تيبل اهو، تيبل 235 وتيبل 244، والباقي الشيل ده الشيل. طيب ماشي نخل. لا بس هو مش شيلد، هو مش شيلد. طيب لازم نجيب التانيين، بعد كده نحاول نرجعها تاني. بعد كده تيبل 21 و تيبل 230. بعد كده هنحاول ما ايه نخرج بس ما نسجلش نو عشان ترجع زي ما هي، كل حاجة زي ما هي. طيب يبقى احنا هنمسك واحدة واحدة بقى كده اهو. 235 هنا بالفلترة، هننزل جميع المحتويات، والخاص للأدمن هنعرفه دلوقتي اللي هو فيلد 3، ونقول له في فيلد 3 شوف لي من فورم 14 لتكست 25 دوت. اهي بالمناسبة كده هناخدها كده اهو، عشان دي هتبقى ايه هتتكرر معانا. طيب احنا كده عملنا اول واحدة، تعالى بس نحطها هنا اهو عشان ما ننساهاش. خش في التانية بقى. هنضيف كل المحتويات بالاي دي كله، مش هنسيب حاجة. فيلد 3 بتساوي الكلام ده، اللي بعده اللي هو التيبل 21 ادي بقى اللخبطة اللي ايه اللي مش عايز ايه ما بحبش اعملها كده، اتلخبطت معرفش بقى كانت كام. انا كده هفصل الفيديو وارجع عشان هنا ايه اتلخبطت. إيه